شكرا على هذا الشيء اللي جميل. إذا أهلا بكم سيدي الكرام، ما إن يحدث الارتباط الرسمي بين شخصين؟ أكيد تبدأ لحظة الماراثون، خلينا نقول للتحضير والتجهيز للزفاف، فهو عبارة دائما عن رحلة طويلة شاقة صعبة أحيانا، لكنها نفس الوقت قد تكون ممتعة أكيد إذا كان التنسيق لها بالطريقة الصحيحة. فكيف نحضر لزفافنا بالشكل الصحيح وكيف نتفادى الأخطاء وضيق الوقت والتكاليف الباهظة؟ كل هذا وأكثر سنناقشه مع منظم الحفلات دؤيب مردم. مرحبا فيك. أهلا. I like your style by the way. وما شاء الله عليك وتألق. صباح الخير. أول شيء هلأ كنا عم نحكي قبل ما نطلع على الهواء، ليه الواحد دايما بحس أول ما نعلن لحظة الارتباط يلا بلشنا هلأ سباق مع الزمن يا من لحق يلا، يعني دايما بنحس إنه نحن ما عندنا وقت الكافي للتحضير. هي بداية الارتباط هي أحلى أيام، والأيام الأيام الفرح دايما بتمر كتير بسرعة. بذات الوقت بيكون في كتير أمور عم تتحضر بذات الوقت. الحفل الزفاف، بيت الزوجية الجديد، شهر العسل، في اجتماعيات كتير لأنه العيلتين عم تتعرف على بعض. عشان هيك بحس الواحد إنه ضيق وقت. تمام، مضغوط كتير، في عنده كتير أمور بده يظبطها، والوقت قليل. بحس بضيق الوقت. طب ليش يحتاج الواحد انه قبلها بثلاث شهور انه يجهز للزواج، وليش الان صاروا الناس بيحتاجوا محترفين للتنسيق وكل هذا؟ بيحتاجوا لمحترفين لانه حياتنا تعقدت الصراحه. بالاول كان حفل الزفاف عباره عن شويه طاولات شويه كراسي وبوشه وطحينه وخلص. هلا حياتنا تعقدت اكثر، مشاكل كل انسان صارت اكثر، صارت الست بتشتغل والرجال بيشتغل، ما عندهم وقت لحتى ينظموا حفلتهم. غير هيك معايير اختلفت، المعايير اختلفت. تمام، الاكسبكتيشن صارت كثير اعلى، للاسف المنافسه صارت كثير اعلى. فتره ثلاث شهور على هوا حفل الزفاف، على هوا حجم حفل الزفاف، هو اذا بلا زعبره بده من 20 يوم ل شهر لعشرين يوم، أي حفل زفاف ممكن يكون منجز، بس بياخد وقت أطول شوية لحجوزات لحتى يقدر يأمن مثلاً حجوزات إذا محدد أشياء معينة بده إياها. صح، بالمكان المناسب. تمام. لهم. طيب كيف نبدأ تحضير للزفاف بشكل صحيح ومنظم ومرتب؟ بدنا هيك نمشي مع خطوة خطوة، يعني شو أول الخطوات الواحد لازم يعني يقبل عليها عند التحضير للزفاف؟ الخطوة الأولانية هو يعتمدوا وين الفنيو حيكون، وين المكان اللي بدهم اياه. تمام. الخطوه الثانيه هن يختاروا البلانر اللي بدهم يشتغلوا معه. ابتداء متى ما اختاروا هالنقطتين هدول ببلش البروسس. اهم نقطه انا دائما بقول لاي كابل عم بتعامل معه، احلى من يوم الزفاف هو البروسس ليوم الزفاف، هو فتره التحضير ليوم الزفاف. فعلا بيستمتعوا فيها. تمام، لانه يوم الزفاف بمر مثل الحلم. تاني نهار بفيقوا الكابل منهم متذكرين ولا اصغر ديتيل منهم متذكرينه، بس فتره التحضير بتضل بالذاكره، بتضل عندهم اياها بالذاكره. بيختاروا الفانيو، بيختاروا البلانر، بعد اجتماعين ثلاثه ليصيروا قريبين من البلانر، يعرفهم اكثر، يعرف داخليتهم اكثر، شخصيتهم اكثر. بيطلع الكونسبت، ومن الكونسبت ببلش الدروينج، وبتبلش بقى ندخل بتفاصيل صغيره من الكونسبت للديكوريشن للميوزك للانترنس للمنيو، كامل تفاصيل تبع حفل الزفاف. طيب ما هي الاخطاء الشائعه اللي تصير في الوقت الحالي في حفلات الزفاف وكيف نتجنبها؟ الخطا الشائع هلا خصوصي هالايام، اي عم بيصير حفلات زفاف بس ما فيها روح. صحيح، هذه اكثر شيء كوبي بيست، مجرد منافسة. أنا غطيت السقف، يعني بدي غطي سقف وحيطان، أنا غطيت سقف وحيطان، بدي غطي سقف وحيطان ومدخل وباركينج، بس للأسف تدخل لداخل الفرح ما في روح. صحيح. هذا الخطأ الفظيع. قد ما كان مصروف على العرس وقد ما كان معمول جهد فيه، إذا العرس ما فيه مود وما فيه روح بمر عابر. صحيح. وفي بعض الزواجات تكون يعني الافراح تكون بسيطه بس فيها روح. صح، ابسولوت، وبتنبسط فيها وبتتذكروا للعرس لاخر العمر. تمام. طيب نحكي شوي عن التحديات اللي بنمر فيها عند التحضير للزفاف، سواء كعروسين او حتى منسقي الحفلات. يمكن التحدي الاكبر هو دائما التكاليف.
السنة بيندموا على المصاريف الزيادة اللي صرفوها على حفل الزفاف. هو حفل لأربع خمس ساعات، فيك تعملي حفل زفاف يكلف ملايين برجع بقول لك وما يكون فيه روح ويمر عادي، فيك تعملي حفل زفاف ببادجت معقولة بس يكون فيه فكرة. يكون فيه فكرة وفكرة تعكس العريس والعروس. يعني أنا دائما أفضل وقت أعمل أي إيفنت بحس حالي نجحت وقت بسمع من الضيوف إنه فعلا أنا حاسة هذا الفرح فرح حسن. مش بيشبه البلانر، مش بيشبه له أي مجموعة، بيشبه المحتفلين العرسان. تمام، بيشبه العرسان من روحهم. في شيء بيحسوه ضيوفهم القريبين منهم بيحسوه إنه فعلا هذا من روحهم، هدول هن. يعني سر النجاح هو الروح مليون بالمئة، وانه يكون العرس يعني يعكس شخصية العروسين. تمام، مش شرط البادجت، في كتير عراس مكلفة فورتشنز بذات الوقت ما بتحسي فيها شيء، ما بتحسي فيها بهرة. طيب لو نبي نتكلم على آخر صيحات الأعراس هذه الأيام، شو الموضة هالأيام؟ الموضة مثل الموضة العالمية، يعني مثل موضة الثياب مثل موضة كل شيء. هلا حاليا أغلبية الكابلز رايحين للمودرن ستايل، للسمبل، الأشياء الزن. هيدا الضجيج والعجقة كنا نعملها السنين الماضية، ما عاد يعني حياتنا ضجيج، حياتنا معقدة صارت، لذلك العالم كلها عم ترجع للبساطة. نعم. ألوان الهادية، ما عاد في الألوان الصاخبة، في ألوان جريئة كثير مثلا.